في عملية نوعية استطاعت شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية ضبط أكثر من 3,700,000 حبة كبتاجون كانت موضبة بشكل احترافي في أقفاص مخصصة للفواكه. الكبتاجون الذي وضب في الداخل السوري عبر الأراضي اللبنانية بعدما دخلت الشاحنات المحملة بأقفاص الليمون عبر معبر العريضة الحدودي ووصلت إلى مرفأ بيروت، حيث كان من المفترض أن تشحن بحراً إلى المملكة العربية السعودية. عادة كل قضايا اللي بتتحول من بيجي ترانزيت من سوريا، أغلب القضايا بتتحول شعبة مكافحة المخدرات للتفتيش الدقيق، لأنه نحن عنا الخبرة. وصلت لهون ما نعمل لها سكانر، مش لأنه ما بدنا نعمل لها سكانر، لأنه هاي البروسيدور تبعها بينزلوا الشباب بيكشفوا كما شو البضاعة. هون هيدي الصحارى مثل ما بتشوفوها مبينة، هيدي نحن مكسرينها، مبينة عادية، هيدا مبين قعر الصندوق. كسروا الشباب الأطراف تبعها، بينت إنه في شيء بقلبها، وعنا موقوفين كمان حتى أوفر عليكم، عنا 6 موقوفين أحيلوا إلى التحقيق. العقيد نزار الجردي الذي أشرف على عملية ضبط الكبتاجون أوضح أن عملية إعداد وتوضيب الحبوب المخدرة عملية طويلة ومعقدة. الصناديق أكيد مصبوبة بطريقة بقلب المصانع، معمولة بهالطريقة هيدي بقلب المصنع مجهزة، وهيدا التوبات محطوطين كمان مجهزين بقلبها. هيدا التوب البلاستيك كمان متاخد قياسات ليسع بقلب الصحارة ومحطوطة البضاعة بقلبه. المدير العام للجمارك بدري ظاهر الذي هنأ عناصر وضباط الشعبة أكد استمرار العمل لضرب كل عملية تهريب للمخدرات. بمجرد ما يكون بضاعة مرقت ترانزيت وتوقفت بلبنان، المرة الثانية والثالثة والرابعة رح يعد للمليون حيلا مهرب أو مجرم حتى يجرب يرجع يمرق عنا، لأنه هيدي مش بس نحن قدرنا ضبطنا هودي وصدرناهن، نحن قدرنا خسرنا للمهرب مئات ملايين الدولارات. الضربة التي وجهتها الشعبة إلى المهربين في اليوم العالمي لمكافحة إدمان المخدرات ليست يتيمة، إذ استطاعت أيضا الوصول إلى حفارة كانت معدة لتهريب المخدرات، لكن المخابئ كانت قد أفرغت من حمولتها الممنوعة. حكينا مع القضاء وحولناها على مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وحاس اعترف هونيك بكل شيء عمله. على قلة التجهيزات وبلوغ الآلات الكاشفة التي تملكها الشعبة عامها 20، استطاعت خبرة شبان شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانية تحقيق إنجاز آخر في عالم مكافحة هذه المواد. فهل يكون هذا الإنجاز جرس إنذار للمعنيين لتجهيز مرفأ بيروت بالمعدات اللازمة لاستكمال الحرب على تهريب المخدرات؟